أسفر حريق في مركز علاج الأورام بالطابق الأول من مستشفى الإمام الصادق وسط الحلة عن وفاة 2 من المرضى كان في رتة الإنعاش وحالات اختناق عدة. واستطاع الدفاع المدني السيطرة على الحريق في حين تمكنت الملاكات الطبية من إجلاء بقية المرضى إلى مستشفي مرجان والحلة. وخروا الجهاز من عندها مات، وخروا الجهاز من عندها مات، طلعوا النعالة من الإنعاش، زين لو مخليه بالإنعاش أشرب لهم، لأن عندهم هو شو اسمه جهاز ولا طاب لا دخان ولا يعني شغلة ما أدري شنو من شغلة. سكر وضغط وهذا الأخ كان يقولون بس مع أخلوا المستشفى كلها المرضى والمعا ما نعرف شنو القصة، قالوا صار حريق. احنا ما كان طلعنا وهاي قعدتنا من الصبح لهسه، بس والله طبيت وطلعت بس الدخاخين وخنق يعني في الدوره ما تنعرف شنو هو يخنق خنق بس دخان تشعر به. اولا الاسباب الان الاوليه من خلال سالنا ان هنالك جهاز يو بي اس يعني انفجر ادى الى تسرب وانتشار للدخان في اروقه الطابق الارضي والطابق الاول، باعتبار ان المستشفى مغلق وتم اطفاء الكهرباء بشكل سريع جدا من قبل الدفاع المدني في المستشفى لتلافي اي حادث لا سامح الله، ادى ذلك الى انطفاء بجهاز التكييف والمفرغات، هذا بدوره ادى الى انتشار الدخان. اي اصابات ما عندنا، الحمد لله قمنا تم اخلاء المرضى بالكامل في الطابق الارضي والطابق الاول، وتم اغلاق الطوابق، تم اعاده الكهرباء، الادويه خصوصا اكو عندنا عدد يعني مهم جدا من الادويه خصوصا ادويه السرطان تحتاج الى ثلاجات للتبريد، تم تشغيل الثلاجات، الأدوية الآن مؤمنة بالكامل، مدير عام صحة بابل موجود، أعضاء مجلس محافظة 2 أو 3 موجودين، مكتب المحافظ موجود، كل الأجهزة الساندة، الدفاع المدني، قاعة شرطة بابل، الكل موجود، المواطنين أبناء بابل اللي هرعوا لتقديم المساعدة، الكل الحمد لله الآن تم السيطرة بالكامل، الوضع تحت السيطرة.